وإلى الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 15 آخرين برصاص قوات الاحتلال في مدينة جنين بالضفة الغربية. كانت قوة خاصة من جيش الاحتلال قد تسللت إلى مخيم جنين قبل أن تقتحم آليات الاحتلال العسكرية المدينة، ترافقها جرافات من شارعي حيفا وناصرة، وذلك وسط تحليق من طائرات الأباتشي التي أطلقت الرصاص باتجاه المخيم، كما حاصرت قوات الاحتلال منزلا لأحد الأسرى المحررين وقصفت